نبقى في التوقعات للاقتصاد السعودي خلال العام القادم. صحيح عبد الله، رفعت وكالة مودز للتصنيف الائتماني من توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2024 إلى 4.6% على أن يتراجع إلى 4% في العام 2025. بحسب تقديرات الوكالة فإن النمو في المملكة سيبلغ 0.1% فقط في العام 2023 مقارنة ب 18% يتوقعها صندوق النقد الدولي في العام 2023. للشهر الخامس على التوالي وصل معدل التضخم في السعودية تباطؤه على أساس سنوي خلال أكتوبر مسجلاً 1.6% انخفاضاً من 1.7% والمسجل في سبتمبر، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. التباطؤ جاء مدفوعاً بشكل رئيس بانكماش أسعار مشتريات المركبات في الشهر الماضي بنسبة 1.1% مقابل ارتفاعها ب 5.8% خلال أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر انكماش منذ نوفمبر من عام 2019، إلى جانب تباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 16% من 4.6% خلال أكتوبر من العام الماضي. للمزيد ينضم إلينا من الرياض سيد علي الحازمي، الباحث المتخصص في الاقتصاد الكلي وعضو جمعية الاقتصاد الأمريكية. مرحبا سيد علي، أسألك ما هي قراءتك لاستمرار تباطؤ التضخم في المملكة، كذلك العوامل الأساسية التي دعمت هذا الاتجاه؟ أهلا العزيزان سحر وعبد الله وبالسادة المشاهدين. نعم، أنا أعتقد بأن العوامل هي ما بنيت عليها، خاصة العوامل الأساسية السابقة وهي وضع السقف أعلى للمحروقات حقيقة وما نشاهده في العالم من ارتفاعات. أيضا نشاهد بأن الديناميكية في الاقتصاد بشكل كبير قادت إلى هذه الانخفاضات. نتحدث أيضا عن الإعانات التي تقوم بها المملكة عن طريق وزارة الموارد البشرية. أنا أعتقد هذه كلها كانت لاعبة مهمة. أيضا لا نستطيع إغفال ربما هناك رقابة جيدة خاصة على السلع الأساسية، ونحن نعلم بأن التضخم هناك أربع مقاييس، وهو المؤشر أو المقياس العام لتكاليف أسعار الجملة، وأيضا الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والرقم القياسي لأسعار العقارات، وأيضا الانكماش في الناتج المحلي. ربما ما يهم هو المستهلك بشكل عام، وهو الرقم القياسي في تكاليف المعيشة، وهذا ما تعمل عليه. إذا شاهدناها بشكل أكبر، إذا قارنا هذا الرقم بالشهر الماضي فهو انخفاض، ويعتبر انخفاض لمدة 20 شهر أو منذ يناير 2022، ولكن إذا قارنا هذا الرقم بسنة الأساس وهي 2018، نعم هناك ارتفاعات يعني يظل تقاد حقيقة بشكل كبير بالقطاع العقاري. مرحبا بك سيد علي، ماذا عن وضع نشاط القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تباطؤ في أسعار أو معدل التضخم مقابل ارتفاع في أسعار الفائدة؟ طبعا أنا أعتقد ما يحرك المنشآت الصغيرة والمتوسطة حقيقة هي معدلات الفائدة، ربما تكون لها الإمباكت الأكثر والتأثير الأكبر من معدلات التضخم. معدلات التضخم هي من تدفع المستهلكين للمضي قدما، ولكن هذه الشركات إذا أرادت التوسع فإنها تذهب، معدلات الفائدة تلعب دور مهم ومحوري. ربما المنشآت الصغيرة المتوسطة هناك دعم حكومي لها عن طريق الجهات التمويلية، ربما هناك هذا يلعب دور مهم، ولكن في المجمل أسعار الفائدة هي المؤثر الأكبر في القطاع الخاص عن معدلات التضخم. لذلك أنا أرى بأن استمرار معدلات الفائدة بالارتفاع في مقابل الانخفاض في معدلات التضخم، هذا الكوريليشن أو هذا العلاقة العكسية ربما يكون حقيقة لأسعار الفائدة الدور الأكبر والمهم والمهيمن. ولكن ما نشاهده الآن على مستوى القطاع الخاص وتحقيق أرقام جيدة ومساهمة في الناتج المحلي بأكثر من 5%، كلما كان لدينا القطاع الخاص مساهم بأكثر من 5%، أنا أعتقد بأنه يسير أساسيات جيدة، وهذا يعني بأنه يسير بشكل صحي. لذلك أنا أعتقد إذا أخذنا الربط ما بين أسعار الفائدة والتضخم، أنا أقول بأن أسعار الفائدة تلعب دور مهم، وإذا شاهدنا في المجمل القطاع الخاص وتأثيره على الناتج المحلي، دور الناتج المحلي، نحن نسير بشكل جيد، بما أن هذا الرقم فوق 5%، لأن نحن نسير بشكل جيد.
طيب تحدثت عن القطاع الخاص، ماذا عن النمو بالمجمل في الاقتصاد السعودي؟ كيف سيستفيد الاقتصاد معدلات النمو في ظل هذه التوقعات الإيجابية بالمجمل من يعني وكالات التصنيف العالمية للاقتصاد السعودي؟ كيف سيستفيد الاقتصاد من هذا التباطؤ في التضخم؟ نعم، طبعا نحن نتحدث عن النمو الاقتصادي يتم عن طريق 4 مؤشرات: الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري والانفاق الحكومي، زائدا الصادرات ناقصا الواردات. الانفاق الاستهلاكي في كثير من خاصه في الدول المتقدمه هو يشكل ثلثين النمو الاقتصادي، ولكن في الهياكل الاقتصاديه وخاصه في الدول المنتجه او ذات ثروات طبيعيه هو لا يشكل اعتقد اقل من الثلث. لذلك انخفاض التضخم هذا يعني زيادة قدرة شرائية، ولكن لن يؤثر بشكل كبير. أنا أعتقد ما سيلعب دور مهم ومحوري في النمو الاقتصادي، ونحن قد خرجت وزارة المالية بالأرقام وما سيكون عليه العام 2023، وربما الخفض الطوعي وتخفيض الإنتاج. واليوم نشاهد بأن أسعار النفط في مستويات 82 81 دولار، ربما هذا سيحد نوعا ما حقيقة من النمو الاقتصادي في العام 2023. ولكن ما خرجت فيه الآن منظمة صندوق النقد الدولي والارتفاع ب 4.6% في العام 2024، أنا أعتقد سيعوض هذه الانخفاضات. أيضا إذا تحدثنا عن الخفض الطوعي، ربما تحدث هناك تحديثات في الربع الأول من العام 2024، وسنشاهد ما ستقوم، هل المملكة ستعود بالإنتاج كما كانت عليه، أم أن هذا الخفض الطوعي سيعود حقيقة بشكل تدريجي وعملية الإنتاج بشكل أكبر. لذلك أنا أعتقد بأنه على الأقل إلى العام 2023 لن تؤثر انخفاض أسعار التضخم في حدوث أرقام جديدة في النمو الاقتصادي، نظرا لقرب حقيقة نحن الآن على في وسط نوفمبر على مشارف ديسمبر، لذلك ليس هناك وقت حقيقة لنرى أي تحولات في النمو الاقتصادي كبيرة لهذا العام. بناء على حجم الاقتصاد السعودي، إلى أي مدى ترى أن هذه المعدلات الحالية هي معدلات صحية للاقتصاد السعودي وهي 1.6 للتضخم؟ نعم، دعنا نتحدث بمفهوم اقتصادي. وجود معدلات تضخم نازلة بشكل كبير هذا سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، لذلك نحن نبحث عن توازن وخلطة جيدة. إذا عدنا حقيقة إلى بيان ميزانية المملكة في العام 2022، تحدث وزير المالية أستاذ محمد الجدعان وقال بأننا نستهدف ما بين 2.5 إلى 2.6%، وهذا يعني وفق الدراسات ومعطيات جيدة. لو نتحدث نحن عن 1.6%، هل هو صحي؟ أنا أعتقد نعم، ولكن النزول أكثر خاصة سنة بعد أخرى. حقيقة ربما ندخل في أمور اقتصادية أو مفهوم اقتصادي، ونحن نقول بأن سيؤثر بشكل كبير على نوعا ما، يعني أنا أستطيع أن أقول بأنه حتى الانكماش الحاصل في هذا الوقت ربما يؤثر عليه أكثر. لذلك أنا أعتقد وجهة نظري بأن لابد أن يكون هناك توازن وخلطة. دائما أنا أقولها، الآن نشاهد أن المؤثر الكبير هو أسعار العقارات. ربما الشهر الماضي كنت معكم وأتحدث عن مستويات التضخم وأقول بأن مستوى العقارات لازم أن يفرد له مؤشر خاص لأنه لاعب مهم ومحور. لأن اليوم نتحدث عن تكاليف المؤشر القياسي لتكاليف المعيشة حقيقة هو 490 سلعة ربما يدخل من ضمنها العقارات، والعقارات هي لاعب مهم. خروجها بمؤشر أنا أعتقد سيعطي صورة واضحة بشكل كبير. لذلك في المجمل، هل هو صحي أو غير صحي؟ أنا أعتقد بأن النزول التضخم إلى مستويات أكثر ربما يكون جيد للمستهلك، ولكن ثق تماما بأن هناك ستكون قوة شرائية أكبر سينعكس بشكل أكبر، وربما يكون محفز لعودة التضخم بأرقام أكبر من ذلك. شكرا على هذه التحليلات من الرياض، سيد علي الحازمي الباحث المتخصص في الاقتصاد الكلي وعضو جمعية الاقتصاد الأمريكية، شكرا جزيلا لك.